بالطبع كنا لاحظنا سابقا ان معظم الدول العربيه قامت تطبيع مع نظام اسد ما عدا دولتين او ثلاث دول محوريه في المنطقه العربيه تعتبر السعوديه احداهما. وبالتالي قبل فتره اتت الى المملكه العربيه السعوديه سفاره او الطاقم الدبلوماسي السوري وافتتح تلك السفاره من دون تعيين سفير، ومن ثم تم تعيين ايمن سلطان سفيرا لسوريا في السعوديه. بالطبع ما نراه الان هو اكتمال عقد التطبيع بالكامل. يتبقى دولتان اساسيتان الكويت وقطر اللتان امتنعتا عن التطبيع مع الفرنسا بشكل كامل وهما اساسيتان. بالتالي نحن نجد الان في جده اتجهت جميع الدول الى تغيير سلوك النظام، وخاصه بما يخص موضوع الاكتاغون وموضوع تهديد الحدود الاردنيه وغيرها من القضايا الاساسيه. والنقطه التي كانت تهم العرب بشكل اساسي هي ابعاد نظام اسد عن ايران، لكن تلك المجمل الاسباب لم تكن قد تحققت من قبل الاسد لكي يدعم العرب رايهم ولكي يفكوا الحصار عنه، لكن للضروره محصورات وللضروره واجبات. وبالتالي وجدت المملكه العربيه السعوديه ان من مصلحه المواطنين السوريين تحديدا والذين يقومون بتسلل او استبدالها في دول اخرى يجب ان يكون لهم سفاره، وبالتالي للرعايا السعوديين يكون لديهم مرجع داخل سوريا هذا الامر. يعني طبعا تمثل عودة العلاقات حسب ما ذكرت كمان بين الرياض ودمشق أستاذ حسام أنه هي أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية من أجل التطبيع أو إعادة العلاقات مع سوريا. هل أثرت هذه العودة السعودية طبعا إلى داخل دمشق من خلال سفير لها بشكل إيجابي في إعادة سوريا إلى محيطها العربي، وكيف ستؤثر مستقبلا يعني استئناف عملية أو عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق، كيف ستؤثر مستقبلا على الملفات التي ذكرت حضرتك وخاصة تهريب الكبتاغون؟ هل من الممكن أن يحصل أي تغيير في المدى القريب؟ سيدتي الكريمة، كانت العلاقات الدبلوماسية هي آخر نقطة يتعاون بها الطرفان في هذا الأمر. كنا وجدنا سابقا ان المملكه العربيه السعوديه قامت بالتعاون مع نظام اسد من خلال وزاره الصحه او المنظمه العالميه للصحه بجولات داخل سوريا لكي تساعد سواء المرضى بزرع قوقعه لهم او غيره. وكانت سابقا عمليه الدعم المستمره من المملكه العربيه السعوديه اقتصاديا لسوريا في مختلف المجالات بسماح طبعا من خلال قانون قيصر. اذا العمليات التي تقوم بها السعوديه كان تتويجا لها هي العلاقات الدبلوماسيه، لكن في اجتماع نظام اسد الذي تم في الجامعه العربيه الاولى في جده تم وضع عده نقاط، لم يلتزم الاسد نهائيا بتلك النقاط، ثم تمت الاجتماع اللجنه المشتركه كذلك لم يلتزم، وتم اجتماع عمان. اذا هناك نقطه وجد العرب وخاصة المملكة العربية السعودية أن النظام غير قادر على تلبيتها إلا من خلال التأثير الدبلوماسي ودعم نظام أسد من خلال هذا الإطار، بمعنى أن لا يترك نظام أسد إلى إيران لتنفرد بسياستها داخل سوريا وخارج سوريا آراءها وإيديولوجيتها الخاصة على النظام. وجدوا انها لابد من ان يتحرك العرب وخاصه المملكه العربيه السعوديه في هذا الاتجاه. يعني حضرتك تقصد انها خطوه، ربما خطوه عربيه لاستعاده السياسه السوريه الى الحضن العربي وابعادها عن ايران مثلا، هذا ما تقصده حضرتك؟ ليس العرب فقط وانما في المنطقه، تعلم ان السعوديه بعد سياستها جدا، وبالتالي ابتعاد العرب عن وجود سوريا ضمن البوتقه العربيه يجعل للإيرانيين انفرادا في هذا الموضوع. وقد تم الطلب من نظام أسد بعدة مرات أنهم قادرون على إعادته إلى المجتمع الدولي برمته في حال لو ابتعدت
ابتعد عن إيران، لكن وجدنا أن النظام أعجز ما يمكن عن ابتعاده عن إيران. لذلك الحين وجدنا أن الدول العربية وخاصة الدول المؤثرة والمملكة العربية السعودية هي أكثر دولة مؤثرة، وجدنا أنه يجب أن تبقى داخل الأرض السورية لكي لا ينفرد نظام إيران بكل سوريا، وخاصة في عمليات شراء العقارات وفي عمليات التأثير على المسجد الأموي. إذا لاحظنا من عدة أيام صدر قانون في سوريا أو قرار أيا كان بعدم دخول الإيرانيين إلى داخل المسجد الأموي، لأن المسجد الأموي يعتبر لنقل شعيرة أساسية للمجتمع العربي وخاصة للمملكة العربية السعودية والأردن وتوابعها. هذه نقطة هامة يجب على المحطة. يجب أن لا تنفرد إيران في التصرف داخل سوريا بكل المناحي. نعم، جزيل الشكر لكل هذا التحليل من بولندا، حسام نجار كاتب صحفي ومحلل سياسي.